الشوفان من مصادر النشويات المهمة جداً للصحة، واللي له فوائد صحية كتير مهمة، لازم ندخله بوجباتنا لأنه مفيد للكبار والصغار. ليش؟ أول إشي نوع النشويات أو الألياف الموجودة بالشوفان إلها قيمة غذائية كتير مفيدة. أغلب الألياف الموجودة بالشوفان بنسميها البيتا جلوكان، وهي عبارة عن ألياف ذائبة، وهاي الألياف إلها فوائد للصحة، منها انها بتساعد على خفض نسبة السكر في الدم، فالاشخاص اللي عندهم ارتفاع في السكري، مقاومة انسولين، تكيس مبايض، كتير مهم انه يدخلوا الشوفان بوجباتهم اليومية. كمان هاي الالياف بتساعد على خفض الكوليسترول الضار او اللي بنسميه احنا LDL، فالاشخاص اللي عندهم مشاكل قلب، ارتفاع دهنيات، كمان كتير مهم يدخلوا الشوفان بنظامهم الغذائي. غير هيك الشوفان غني بمجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة جدا، من أهمها البوتاسيوم، المغنيسيوم، فيه نسبة من الحديد، كمان البي فيتامينز المهمة لإنتاج الطاقة. الألياف الموجودة بالشوفان مهمة لتعزيز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، وهاي البكتيريا بحسب دراسات كتيرة حكت وربطت العلاقة نمو هالبكتيريا المفيدة بتعزيز المناعة، فإحنا بنقدر نعزز مناعتنا ونقويها من خلال تناول هاي الألياف المفيدة عن طريق وجبة من الشوفان، ممكن يوميا أو يوم بعد يوم. كمان الشوفان مفيد للحمية، لخفض الوزن وزيادة الوزن. كيف؟ في كتير ناس بيسألوني معقول طب مش الشوفان يمكن نشويات بيؤدي لزيادة في الوزن؟ كله بيعتمد على الكمية. دائما احنا لما نحضر حمية صحية ما بيصير فقط نطلع على السعرات الحرارية، كتير مهم نطلع على القيمة الغذائية للنظام الغذائي اللي بيساعد على الشعور بالشبع وانه احنا نتحكم بالكمية. فمثلا بحمية لخفض الوزن ممكن نستخدم من 3 إلى 5 معالق شوفان وجبة إفطار أو وجبة عشاء بالوصفات المختلفة. لزيادة الوزن ممكن نعمل ألواح الطاقة، فيها بكون كمية نشويات أعلى، مكسرات، فواكه مجففة، فنقدر نستخدمهم بالحميتين، ولكن إنه ننتبه للكمية اللي بنستخدمها. ممكن ننتبه للكمية نقللها شوي بحمية خفض الوزن، للأشخاص اللي بيزيدوا وزن بنكتر من كمية الشوفان مع المكسرات والفواكه المجففة. هلا بالسوق في كتير أنواع من الشوفان، في بيجي الشوفان شوي مطحون زي هيك، وبيجي الشوفان الكامل، واللي هذا كمان نسبة الألياف فيه مناسبة جدا. ممكن نستخدم نوعين الشوفان مفيدين جدا، ولكن أفضل لما نحكي حبة كاملة، لأنه هذا بيزيد الشعور بالشبع أكتر، وبيساعد إنه للأشخاص اللي بيعانوا من عدم قدرة على التحكم بالكمية، الجوع الشديد خلال الحمية، خاصة للأشخاص اللي بينظموا من صحتهم وينزلوا وزنهم، ممكن نستخدم الحبوب الكاملة. للأشخاص اللي عندهم حساسية من القمح أو سيلياك ديزيز، اللي بدي أحكي إنه الشوفان نفسه هو خالي من الجلوتين، بس لأنه مرات عادة لما يحصد الشوفان ممكن يطلع معه حبوب قمح، فإحنا لما لكل حدا بيعاني من حساسية قمح بده يشتري الشوفان يكون مكتوب عليه جلوتين فري، يعني يكون من المصنع أو من المصنع للمنتج يكون متأكد إنه هو خالي من الجلوتين. وهلا رح أورجيكم كيف نقدر ندخل الشوفان بوجبة فطور أو عشاء. طبعا أول وصفة كتير سهلة، بتستخدموا لبن عادي رايب مش منكه، ممكن ننكهه بشوية من المحلي الخالي من السكر أو معلقة عسل زي ما بتحبوا. بحط فواكه، أنا اليوم رح أستخدم فراولة، بتقدروا تستخدموا توت مفرز، ورح أستخدم فيه الشوفان الكامل. يلا نحضره مع بعض. وهيك قدمنا الشوفان بالطريقة الباردة. ممكن كمان انه اللبن مع الشوفان تحطوه قبل بيوم بالثلاجة وتاني يوم تضيفوا عليه الفواكه. طريقة تانية طبخ الشوفان، كوب حليب خالي الدسم، رح نضيف عليه نص كوب من الشوفان، زنجبيل وقرفة، رشة ملح لتعزيز النكهة، وبعدين رح نحط عليه الموز والتفاح، وممكن نضيف محلي او معلقة عسل. يلا نحضره مع بعض.
وهيك دخلنا الشوفان بوصفة صحية، جربوه كوجبة إفطار أو عشاء لأنه كتير مفيد للصحة.